الكابتن رضا البلتاجي حكمنا الدولي السابق، واهم ما تناولته خلال شرح اخطاء الحكام خلال الدور الاول. يعني هو الاجتماع ده بقى لنا فتره طبعا ما فيش موجودين، خاصه بعد الاحداث المؤسفه اللي حصلت في مباراه الزمالك وانبي. النهارده في جمع لحكام اللي بتشارك في الدوري الممتاز الدوليين وحكام الدرجه الاولى لشرح اخطاء والحالات التحكيميه المثيره للجدل في الدور الاول كله. الحقيقه في مجموعه بدات حاليا من الساعه 11 للساعه 2، وفي مجموعه ثانيه تيجي من الساعه 2 للساعه 5 اخر النهار، بنستعرض معاها الحالات واراء الحكام نفسها، الحكم نفسه اللي هو في الحاله او الحكم المساعد والحكام موجوده. وده يعني ده الاسلوب الامثل ان انت تصلح اخطائك. المجمعين ان كان في قرارات في الفتره الاولى كانت يعني عليها خلاف، بعض الانديه تضررت، البعض اشتكى، الحكام نفسها عايزه تصلح وتطور. خليني اقول لك واقر ان جيل الحال من الحكام دلوقتي يا كابتن احمد من افضل الاجيال في التحكيم. يمكن احنا رغم الهجوم اللي تعرضوا ليه خلال مباريات الدور الاول وطلب بعض الانديه اللجوء للحكام الاجانب مره ثانيه، يعني اتصور ان الطلب ده ما كان يعني يمكن من على سبيل الفرقعه، ما حدش طلب رسمي حكام اجانب. الولاد ما احنا جبنا حكم اجنبي وادار مباريات الاهلي والزمالك وشفنا اخطاء اكثر بشاعه من اللي احنا بترتكب هنا في ملعبنا. طول ما في كره قدم وطول ما في تحكيم هيبقى في اخطاء. المهم اللي انت بتعمله دلوقتي حالا ان الحكم، يمكن انا النقطه اللي انا وقفت وسالت الحكام عنها، روح قبل المباراه افصل تليفونك وانقد نفسك قبل ما جينا هنا نستعرض معاك حالاتك. انت تعالى اعرف خطاك ايه وما تكبرش، يعني عشان تصلح ما تكبرش. طول ما في كره قدم في اخطاء، بس احنا بنسعى لاقل قدر من الاخطاء. الحكام دلوقتي، الحكم بيجي دلوقتي ما لا يقل عن 8 كيلو متر في 90 دقيقه. يعني جيلنا واللي قبلينا ما كانوش بيجروا نص المسافه دي. والله مبذول مجهود كبير جدا، وهرجع اقول كلمه بقولها اكتر من مره وبتزعل ناس كتير قوي في منظومه كره القدم المصريه، لعيب وحكم ومدرب واداري ومشجع، الحكم هو الافضل. كابتن رضا، لو تحدثنا عن سلبيات وايجابيات الدور الاول بالنسبه للحكام. طب ما نتكلم عن سلبيات ناس ثانيه يعني، ولا الحكام بس؟ لا، الحكام في اخطاء حي، وفي بعض الانديه خلينا نعترف ان في بعض الانديه اديرت من اخطاء بعض الحكام، بس ما فيش تعمد. تعتمد على اصحاب الخبره خلال مباراه الدور الثاني. اصحاب الخبره واصحاب الاسم، انت احيانا تروح لدكتور لاسمه، وقد يكون في دكتور ثاني صغير افضل. الحكم باسمه، اسم الحكم بيساعده في اداره المباريات.